حقيقة أنا عايز أتكلم عن أسطورة حرب أكتوبر، هو ده الأسطورة الحقيقي. أنا مصدوم من ردود فعل الإعلام المصري. إحنا كنا أول ناس اتكلمنا بعد ساعتين من رحيل هذا البطل العظيم اللي كان لي الشرف إن أنا التقيت بيه أكتر من مرة. والله العظيم يا جماعة أنا فاكر 2012 كنت رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وفي زميل بنتكلم فبيقول لي ده اللي صاحب فكرة اقتحام خط بارليف عايش. قلت له أنت بتكلم جد؟ قلت له طب ده فين؟ ده احنا نروح له. وفعلا رحنا له وعملنا معاه حديث صحفي، وبعدها بعدة أسابيع طلعته في برنامج صح النوم على قناة التحرير، وبقيت كل سنة سواء في 6 أكتوبر أو 10 رمضان بقيت أصور معاه. لأرجع أنا فاكر أحد المسؤولين في القوات المسلحة كلمني قال لي إحنا بندور على نمرته، وديت له نمرته. هو كان يعني وصل بي إنه ويعني إحدى المرات بكى وربنا يقدس روحه يعني، وقال لي أنا بشكرك أنا كنت في تربة، أنا كنت الناس نسيتني، أنت خليت الناس تسأل عليا والناس تقف كذا. هذا الرجل في علمه الحقيقة سواء الهندسي أو العسكري يعني يصل لعنان السماء، في أخلاقه وإنسانيته ليس له مثيل، ليس له مثيل. وبعدين أنا يعني ما كانش هاممني كتير بالمناسبة هو مسلم أو مسيحي، لغاية أما صديقي العزيز المخرج خير بشارة قال لي ده كان جار لماما، كانوا جيران يعني أم المخرج الكبير. فقلت له أنا أعرفه من سنين، ما جاش في بالي لحكاية لأنه مش موضوعي، هو مصري، هو مصري وهو نموذج في أخلاقه ربنا.